تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثبت وابوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد مساء الخير يا أطفال. شفتوا كوكو جميل ها؟ تحبوا العصافير؟ نعم. وانتم تاني أصدقائنا إلا حبيتوا تحضروا معنا في هذه الحصة كما اللي رام هنايا زملائنا وأصدقائنا الصغار ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تسجلوا نطلب منكم تاني شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وبزاف الأطفال حابين يحضروا في هذه الحصة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل إذن شوية تاع الصبر وراحين تحضروا معنا كامل في هذه الفترة هذه كالمعتاد نتكلموا على الأيام الدولية في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم عالمي هو اليوم العالمي للتضامن الإنساني على بالكم يا أطفال باللي لازم التضامن مهم التضامن دائما تشوفوا باللي كاين حملات تضامنية إما نتضامن مع الناس المرضى إما مع الفقراء أو المساكين هذه اسمها حملات التضامن مثلا نديروا حملة لشراء أضحية العيد للفقراء والمساكين يعني هذه الحملات التضامنية تساعد بزاف الناس اللي محتاجين وفقراء ومساكين يا أخي لازم نضامنوا معهم إذن في هذه الفترة اليوم العالمي للتضامن الإنساني واش رأيكم دائما نطرح عليكم لغز في أول الحصة راح نقول لكم اللغز وتفكروا فيه لغز اليوم يقول عندما يمشي يخلع قبعته وعندما يتوقف يلبسه من هو؟ أعيد اللغز عندما يمشي ينزع قبعته وعندما يتوقف يلبسها ما هو ولا من هو انتم تاني يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تشاركوا في الإجابة عن اللغز بهذا الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل اكتب عمويزيد.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال أنتم شاطرين فكروا في اللغز إلى غاية نهاية الحصة وش رأيكم دركا نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة اللي هي شيحاني بشير مع هدى إذن تصفيق على نور الهدى في شخصية شيحاني بشير مساء الخير يا أطفال مساء النور اليوم جيت نحكي لكم على شخصية الشهيد شيحاني بشير ولد الشهيد يوم 22 أبريل 1929 بنواحي قسنطينة وسط عائلة ميسورة الحال التحق بالمدرسة الفرنسية بمدينة الخروب وفي نفس الوقت كان يتابع دروسا باللغة العربية في زاوية سيدي حميدة انتقل بعد نجاحه في شهادة القبول إلى مدينة قسنطينة ليتتلمذ بمدرسة جول فيري المعروفة بمدرسة الأنديجان وأقام حينها عند عائلة ابن باديس انخرط منذ صغره في خلية الطلبة بمدرسة جول فيري عام 1946 لينضم بعدها إلى المنظمة الخاصة بعد تشكيلها سنة 1947 وعرف باسم السيد طاهر في فبراير 1953 عين على رأس الدائرة الحزبية بالجنوب الغربي للوطن بمنطقة بشار ليعود في نهاية السنة إلى الأوراس وكان له شرف التحضير لاندلاع الكفاح المسلح في منطقة الأوراس رفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وبعد سفر هذا الأخير عين شيحاني قائدا بالنيابة للولاية الأولى قاد معركة الجرف الشهيرة
بسالو واستشهد في 2 أكتوبر 1955 بالأوراس. إنا لله وإنا إليه راجعون. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا. برافو 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 برافو. يا أطفال راح نغني لكم أغنية تتغنى بالحب، نقول فيها من غير الحب ما نرضى. إذن أمرنا الله بالحب، حب الوطن، حب الوالدين، حب الأصدقاء، يعني حياتنا من غير حب ما عندها حتى معنى. إذن يلا كمل معايا، من غير الحب ما نرضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. الله بالحب أولى، سبحان ربي المولى، أمرنا بالحب ربي، ونهانا لا نكره لا لا. الله بالحب أولى، سبحان ربي المولى، أمرنا بالحب ربي، ونهانا لا نكره لا لا. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. لا نكره لا نعرف نحقد، فالدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. لا نكره لا نعرف نحقد، فالدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في الدية، لا نرضى يفرقنا عدو، وقلوبنا تبقى منسية. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في الدية، لا نرضى يفرقنا عدو، وقلوبنا تبقى منسية. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. لا 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 ما نرضى، ونخلي هالدنيا فوضى. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي، من بعد أهلي وولادي. نحبك يا أرضي وبلادي، يا حضني كنزي وزادي، نفديك بدمي وروحي، من بعد أهلي وولادي. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخلي هالدنيا فوضى. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، الدنيا حياتنا من غير الحب، من غير الحب تاع والدينا، من حب تاع أصدقائنا، ما يكون عندها حتى معنى. أمرنا ربي بالحب، لازم نحبوا بلدنا، نحبوا والدينا. يا أخي، إذن درك يا أطفال راح نروحوا نرحبوا بعمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف في ألعاب الخفة. تفضل عمو أمين. تفضل تفضل.
برافو 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 برافو. يا أطفال وش راكم؟ راكم ملاح. إذن يا أطفال دركا عمو يزيد كالمعتاد راح يحكي لكم حكاية. تحبوا الحكايات؟ كاين حكاية واسمها النمر الأناني. يلا كامل معايا. إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية النمر الأناني. واحد النهار في واحد الغابة أصابهم الجفاف، يعني ما كانش الأرض قاحلة، يعني الشتاء ما طاحتش، والغابة هذيك شغل ولات جرداء، ما كانش يعني حتى الحيوانات ما صابتش واش تاكل، يعني إما الحيوانات اللي تاكل العشب ولا الحيوانات اللي تاكل أي شيء، هذيك الغابة أصبحت جرداء. والنمر هذا مات بالشر، ما صابش واش يصطاد، ما صابش واش يشرب. قال تفكر باللي عنده ولد عمه في غابة مجاورة شوية بعيدة، قال نروح عنده بلك الغابة تاعهم راهي أحسن من الغابة تاعنا، على الأقل يكون فيها واش ناكلوه كامل. راح سافر عنده، سافر عند ابن عمه، وصل عنده قال له كي وصل عنده قال له شكون أنت؟ قال له أنا وليد عمك. قال له عندك بزاف ما جيتش؟ قال له إيه. قال له بصح الغابة تاعكم هي مليحة، الحقسة بالغابة ديالهم خضرة، الحيوانات كلش فيها. قالوا فوالا احنا الغابة تاعنا راحت ولات قاحلة جرداء وكامل، جيت لعندك إذا كان تقدر تستضيفني وكامل. قالوا خلاص وليد عمي روح معليش اقعد عندي ونعيشوا مع بعض. قالوا بصح بشرط. قالوا أنا نصطاد في الصباح وأنت تصطاد في المساء. قالوا أنا نصطاد في الصباح هذا اللي ضيفه. قالوا نصطاد في الصباح ونتقاسموا الفريسة، وأنت تصطاد في المساء ونتقاسموا الفريسة. قالوا داكور. راح هذاك النمر اللي ضيفه اللي دعمه مول الغابة اللي كان في الغابة هذيك اللي كان فيها العشب الأخضر وكامل، راح اصطاد في الصباح، جاب الفريسة نتاعو. قالوا يلا يا ولد عمي أيا تقسموها، تقسموا هذيك الفريسة وكامل. وفي الليل كي جا دور هذاك النمر رايح في الطريق هكذا ويقول أنا سوف اصطاد فريستين، هكذاك فريسة نتقسمها مع ولد عمي وفارس ناكلها وحدي. راح يصطاد، اصطاد فارستين كيما كان الحال، كلا وحده وحده جابها لوليد عمو. عاود غدوه من ذاك وليد عمو راح يصطاد، اصطاد فارسه وحده جابها، قال له ولد عمي اروح نتقاسموها. تقاسموها مع بعض. وعاود هو العشيه كي راح قال انا سوف اصطاد فارستين، هكذاك وحده ليا ووحده نتقاسمها مع ولد عمي. معليش غدوة من داك في اليوم الثالث ولد عمو راح اصطاد فريسة في الصباح تقاسموها، وفي العشية راح هذاك النمر راح اصطاد فريستين. كي كان رافد هذوك الفريستين هذوك كان يمشي 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 بهم هكذا حتى طاح في فخ الصياد، طاح في حفرة كان نصبها الصياد كفخ طاح فيها. إذا عمو يزيد لا يجب على الإنسان أن يكون أناني، بل يجب أن يكون كريماً. بالضبط بالضبط بوبي جبنا حكم ملاح. إذن الإنسان لازم يكون دائماً كريم، ما يكونش أناني. دائماً يجب أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك يا أخي. إذن يجب أن نكون كرماء يا أطفال. يلا يا أطفال شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لنا؟ شكون شكون شكون؟ تعالي بنتي أروحي تفضلي. واسمك بنتي؟ ناريمان صبرينا. ونقول لك ناريمان ولا صبرينا؟ للزوج. للزوج خلاص ناريمان صبرينا. وين تسكني؟ في داريا. في دراريا. احكي لنا النكتة تاعك. قال لك واحد النهار القط دار حفلة، عرض كاع الحيوانات القصار، ما عرضش زرافة. كي جات سمعت زرافة قالت له علاه ما تعرسنيش؟ قالها باسكو رقبتك طويلة أنا داري صغيرة. إيه برافو برافو بنتي برافو. تفضلي شكون عنده نكتة جميلة؟ شكون؟ تعالي بنتي روحي تعالي تفضلي. واسمك بنتي؟ ماريا. واش عندك في يدك ماريا؟ هدية. ليه من الهدية؟
لا مو يزيد. أوه شكرا شكرا جدي شكرا. ريحتها زكية. وش راكي ماريا لاباس؟ لاباس. وين تسكني بنتي؟ في باب حسن. باب حسن عندك نكتة تحكيها لنا؟ نعم. يلا تفضلي. كان واحد نهار أستاذة رسمت التلاميذ رسمت لهم علبة حليب بقرة، قالت لهم واسمها هذه؟ قالوا لها، قالت لهم واش تعطينا هذه؟ قالوا لها حليب. رسمت لهم طيارة، قالت لهم قري، قالت لهم واش تعطينا هذه؟ قالوا لها تعطينا القهوة. طيارة تعطينا القهوة. يلا بنتي شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال 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 تفضل. واسمك؟ كسور محمد اسلام. وين تسكن؟ في المدنية. في المدنية، احكي لنا النكتة تاعك. واحد الراجل جا يسويسيدي، طلع فوق روشي، من بعد جا واحد الراجل قال له حبيت تسويسيدي؟ قال له اطلع فوق باطيما وصوتي، قال له حبيت تقتلني؟ ما حبش يموت بزاف. تفضل تفضل، شو لأ؟ تعال تعال أروح. تعال أروح. واسمك؟ حمزة. حمزة؟ وين تسكن حمزة؟ سيدي حماد. سيدي حماد، أنت جيت مع جمعية كف اليتيم؟ أه. برافو. إذا مادابيا نحيوك بالجمعية كف اليتيم، فرع مفتاح اللي دائما يجيبوا أطفال باش يفرحوهم في حصة عمو يزيد. إذا تحية تحية لهذه الجمعية هذه على المجهودات الجبارة اللي بيقوموا بها. كان واحد الراجل راح يشري الخبز اليمة، قالها ما تبعتيني تبعتيني تشري لي نشري لك. انا راني راجل قد راجل وانت تجي تبعتيني نشري لك، انت مريضه قالها يما. ايه اه وحنا واش نستخلصوا؟ اه يعني الطفل دائما يقعد صغير في نظر يماه، لازم دائما 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 يحترم الام يا اخي. مهما كبر راه يولي راجل، يولي زوج رجال، هو كبير هو كبير. اه حتى يكون كبير الام تبقى دائما الام يا اخي. هاي برافو. تفضل تعالي بنتي روحي، تعالي 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 اقعدي اقعدي. اروحي انت تاني، اروحي العروسة منا، اروحي منا. واسمك؟ سندس. سندس وين تسكني؟ شوفالي. شوفالي اخير ناس. احكي لنا النكتة تاعك. عندي اغنية. ها؟ اغنية؟ اغني معليش. أمي وأبي أصلي نسبي لهما حبي لهما أدبي، صهرت أمي ربت جسمي ردت عقلي كشفت همي، صانت نطقي يحفظهما رب الخلق، وأبي تعب ضاق النصب ليحقق ما منه طلب، أكلي شربي ثوبي لعبي من جد أبي، رب احفظه واحفظ أمي وهناؤهما أغلى حلمي. برافو برافو برافو. وانتي بنتي روحي منا روحي منا، قولي لنا واسمك؟ واسمك بنتي؟ رعية. أوه وين تسكني؟ آه وهذاك؟ وين تسكن؟ أسكن في شوفالي تاني. تسكني في شوفالي. احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد الطفلة تمشي تمشي تمشي، طاحت من كان هذيك الحفرة الصغيرة، بعد خرجت بالسيف اللي خرجت، بعد كي بالسيف راحت للدار، راحت كي راحت للدار بقات غير تاكل 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 حتى تفرقعت ولات مفرقعة. يلا بنتي يلا تعال تعال تفضل. واسمك وليدي؟ محمد أمين. وين تسكن محمد؟ شوفالي. شوفالي تاني؟ جيتو بقوة اليوم شوفالي. احكي لنا واش حبيت تحكي لنا؟ عندي لغز. اعطينا اللغز تاعك. بين السماء والأرض. إيه؟ بين السماء والأرض، واش كاين يعني؟ بين السماء والأرض، واش كاين؟ واو. آه، برافو برافو وليدي، برافو برافو، برافو برافو. إذا يا أطفال،
ينزع قبعته لما يمشي ويلبسها لما يتوقف، ما هو ولا من هو؟ شو عنده جواب على اللغز؟ اروح وليدي تعال، واسمك؟ محمد اسلام. محمد اسلام، وش هو الجواب؟ سيالة. السيالة، شو عنده جواب اخر؟ عندي جواب اخر؟ سلحفات. سلحفات، وانت؟ سلحفات. سلحفات ثاني؟ اوكي، هي ماشي السلحفات، هي السيالة. السيالة لما تكون تكتب بها تنزع القبعة نتاعها، فهمت؟ ولما تقف ترجع لها القبعة نتاعها، فهمتوا؟ إذا هو الستيلو، هي السيالة. الجواب هو السيالة. إذا تعال تعال نعطوك الهدية تاعك. إذا احنا الشاطرين اللي جاوبوا على اللغز، عمو يزيد دائما يهدي لهم. تعال، هدية عبارة عن قبعة مع عمو يزيد تحميك، فوالا تحميك من أشعة الشمس. وهذا سيدي عمو يزيد فيه 22 أغنية من حق الطفولة، إن شاء الله تستفاد به. تفضل وليدي، تفضل. العفو العفو العفو. ودرك يا أطفال لحقنا الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد حمزة، حمزة 9 سنوات. تعال حمزة، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع حمزة وإحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. يلا التحق. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نزهر أمراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو. اذا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طفي الشمعة. برافو 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 برافو. اذا لكل الاطفال اللي راهم يشاركوا معنا في جمع 5 قسيمات من علب حليب راميلك وارسالها لنا اليوم عيد ميلادك، اذا ممول الحصة وراعي الحصة رامي يقدم لك تابلت كيدز إن شاء الله تستفاد بها. فرحان؟ الله يبارك. إذن تابلت كيدز، وإحنا كذلك نقدم لك هدية عيد ميلادك تاني اللي هي شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أنتم كذلك غير تخرجوا منها كل واحد تكون عنده شهادة هكذا باش تحتفظوا بها. يا أخي يا أطفال
برافو، تفضل وليدي، تفضل تفضل وليدي. إذا شكرا يا أطفال، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.